القحطاني رحبوا معي حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام بالشاعر عايض بن مثقاب الزراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. صلوا على النبي. يا عز حضن حضني بعد سن الرضاع من يوم ما سارت أقدامي على حيلها، لو زادت سنين عمري كل لحظة وساعة أبقى طفل حسب نظرتها وتحليلها، والأكبر اللي يحتاج تفعول الشجاع اللي يحتاج تلفعله ضحيلها، والأكبر اللي يحتاج تفعول الشجاع اللي يحتاج تلفعله يضحيلها. تامر على الروح واللي فيه تامر امطاع ما زاد عن حب روحي غير حبي لها، الحب سهم من سهوم العيون الوساع اللي تظل المخاليق بمظليلها، الحب سهم من سهوم العيون الوساع اللي تظل المخاليق بمظليلها. محبة الغيد مبنية على الانتفاع، يا ويل ناس انتغش الناس، يا ويل هالحاجة تلبس وجيه المصالح قناع، واللي انقضت تنكشف باقية تفاصيلها. ومحبة الأرض مهما تصل إلى النخاع ومهما كبرت رغم صغره يقدر يشيلها، حبي لها مختلف حتى بيوم الوداع بدال ما اروح كلي كل يجيلها، حبي لها مختلف حتى بيوم الوداع بدال ما اروح كلي كل يجيلها. ما يكره الأرض حتى أهل البطون الجياع اللي يداهم خلية من محاصيلها، وشلون ما حب دار الخير واطهر بقاع والقبلها اللي عباد الله تصلي لها، وشلون ما حب دار الخير واطهر بقاع والقبلها اللي عباد الله تصلي لها. لو إنهم حاربوها أهل الفتن والخداع ولو جحدوا فضلها السايد وتفضيلها، يبغونها من السماء تنزل على كل قاع ويبغونها ماشي على الصبح من ليلها، يبغونها من السماء تنزل على كل قاع ويبغونها ما يشع الصبح من ليلها. والشمس ربي عطاها ميزة الارتفاع، ما قربتها العيون ولا درابيلها، حتى ايش لو يوصلها الأرض منها إشعاع، والله اليبطون ما وصلوا مواصيلها. يا شمس داري على قول الطويل الذراع يوم ما للزوم ألا رياجيلها، الروس فيها حال أحب المصايب أصداع، وأكبر مصيبة تقهوينا فناجيلها. سلامتكم. صح الله لسانك شاعرنا عايض بن مثقاب الزراقي. أما الآن مشاهدينا الكرام خلونا نسمع لرأي أعضاء لجنة التحكيم، بداية مع الأستاذ معتق العياضي. يا عايض صح الله لسانك، القصيدة وطنية لكنك أنت أخذتها من موضوع ومن موهبة عايض الزراقي، لأن الشعراء اللي يكتبون في المواضيع هذه من الشعر قليل اللي يبدع في المجال هذا. أنت كتبت القصيدة بمشاعر حقيقية، مشاعر وطنية، وشلون ما حب دار الخير واطهر بقاع والقبلة اللي عباد الله تصلي لها، لو أنهم حاربوها للفتن والخداع ولو جحدوا فضلها السايد وتفضيلها. البيوت المميزة كثيرة، تقول الشمس ربي عطاها ميزة الارتفاع ما قربتها العيون ولا درابيلها، حتى إيش لو يصل أهل الأرض منها شعاع، والله اليبطون ما وصلوا مواصيلها. يا شمس داري على قول الطويل الذراع يوم ما للزوم إلا رياجيلها، الروس فيها على حب المصايب صداع، والمصيبة تقهوين فنجيلها. شعر وسلاسة وإبداع، والله يبيض وجهك على هالنص الفاخر. وجهك أبيض أبو منير. صح لسانك. صح لسانك يا عايض، والله ما ادري احنا نشكرك على وطنيتك ولا على قصيدتك ولا على حضورك، كل ابوها تستحق الشكر. القصيده وطنيه لكن مطلعك فيها مدخلك فيها وتناولك الكلام اللي فيها تناول موهبه شاعر موهوب. يا عز حضني بعد سن الرضاع من يوم ما سارت اقدامي على حيلها، حتى اختيار القافيه على ايلها عام ايلها جرس موسيقي
جرس شاعر ذويق، والسهل الممتنع بحذافيره كله في القصيدة هذه، وهذا هو السهل الممتنع اللي عليه الكلام. أقول بيض الله وجهك، وجهك أبيض، صح الله لسانك، يعطيك العافية أبو محمد. بيض الله وجهك منك يا أبو محمد، تراها على المليون والبيض. والله تستاهل، والله غصب، هذا حقك. يعطيك العافية محمد أستاذ وصل العطياني. مرحبا يا عايض، صح لسانك، صح بدنك، بيض الله وجهك، وجهك أبيض أبو محمد. قصيدة للأمانة أن القصيدة ذي مغايرة عن جميع القصائد، مغايرة حتى في تناولك للموضوع، تناولت بطريقة غير المعتاد. صخرت أبيات تعتبر بكر في عالم الشعر، أبيات ما هي مستهلكة. ما يكره الأرض حتى أهل البطون، الجياع اللي داهم خليها هم حصيلها، حبي لها مختلف حتى بيوم الوداع، ما بدال ما روح كلي يجيلها. الأبيات اللي اختاروها الربع، وأبيات عندي هنا حاط تحت خطوط كثيرة كثيرة، لكن أنا ما أقول غير بيض الله وجهك وصح لسانك، والإبداع ما نستغربه منك. أنا نستغرب لو جبت لنا قصيدة عادية، لكن القصيدة هذه تعتبر من عيون الشعر، تعتبر من القصائد المفخرة للشاعر نفسه، ولا أي شاعر يفكر يكتب في الوطن يكتب مثل القصيدة ذي ولا يبطل. بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. يعطيك العافية يا أبو مشهور، شكرا لك، شاعرنا عايض. مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، رحبوا معي بالشاعر محمد بن غيهب الفريد الحربي.